مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى ألا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. ملخص كتاب فكر تنجح أكثر لمؤلفه إيرني زيلينسكي. المقدمة: يستعرض المؤلف في هذا الكتاب مجموعة من الدروس المختلفة التي تعلمها في الحياة والتي يعلمها معظمنا، لكن لسبب ما نرسل بها إلى غياهب النسيان. فنحن نعرف كثيرا من الأمور، والتعلم هو اكتشاف ما نعرفه، بينما التنفيذ هو إثبات ما نعرفه. وكما قال مارتن فامبي: تعلم من أخطاء الآخرين، فليس بوسعك العيش بما يكفي لارتكابها بنفسك والتعلم منها. أولا، لا تبحث عن السعادة. السعادة هي الشيء الوحيد الذي يرغب فيه الإنسان لذاته. فالناس ينشدون ويبحثون عن الثروة والشهرة لا لأجل الثروة والشهرة، بل لأنهم يعتقدون أنهم بالحصول عليهما سيصبحون سعداء. ومن المؤكد أنك إذا أردت أن تنعم بالسعادة وتستيقظ من نومك فترى جمال العالم من حولك، فلا بد أن تخلق انسجاما بين حياتك وقيمك ومعتقداتك. كما يجب أن تسعى وراء ما تريده أنت وليس ما يريده الآخرون لك. وفعل ذلك ليس بالأمر السهل اليسير، لأننا في ظل المجتمع المعاصر الذي نعيش فيه نخضع لكثير من التأثيرات الخارجية التي يمليها علينا المعلنون ووسائل الإعلام التي بدورها تؤثر في قراراتنا واختياراتنا وكذلك قيمنا ومعتقداتنا. فعلى سبيل المثال، يظهر أحد الأبحاث أن جمال المظهر لا يؤثر إلا بشكل هامشي فيما مدى رضا الناس عن الحياة. كما يظهر بحث آخر أن المكانة الاجتماعية والعمر والذكاء والتربية ليس لها تأثير حقيقي في السعادة الحقيقية، بينما السعادة الحقيقية تتوقف على إذا ما كنت مستعدا لتكون سعيدا أم لا. السعادة ستراوغك وترهقك في البحث عنها إذا صممت على التفكير في ما ليس في صالحك وأصررت على القيام به. وبناء على ذلك، فإن السعادة لا يمكن شراؤها أو المكافحة لبلوغها، وستبقى بعيدة عنك ما دامت هي هدفك الأساسي في الحياة. لذلك يقول إريك فروم: البحث عن السعادة يشكل واحدة من أسباب التعاسة الرئيسية. فبدلا من مطاردة السعادة، ابدأ بالعيش وفقا لمجرى الأمور، ولا تسرح بخيالك بأن الحياة يجب أن تكون مختلفة عما هي عليه، لأن هذا الخيال هو مصدر تعاستك. فسلم للواقع وحرر نفسك من الصورة المثالية لحياتك، وتعلم كيف تحيا سعيدا يوما بيوم. تنبأ بالنجاح وتجنب الأحلام. يعتقد بعض الناس أنهم لا يستطيعون إنجاز أي شيء له قيمة في حياتهم، على الرغم من أنه ما من شخص في هذا العالم غير قادر على القيام بأكثر مما يعتقده بوسعه. ولكي ينجز الإنسان الكثير في هذا العالم، لا بد أن يتحرر من القيود التي يفرضها على ذاته والتي مصدرها العقل، إلى جانب التمتع بالثقة التي هي كل شيء لبلوغ النجاح، إضافة إلى تجنب توقع ما هو سلبي، لأن توقع ما هو سلبي يؤدي إلى نتائج سلبية، فتجد نفسك محقا في نهاية المطاف. فلا تتنبأ بفشلك حتى لا تكون صاحب سجل حافل بالفشل. كما نجد أن كثيرا من الناس يأكل الندم أرواحهم عندما يتأملون حياتهم، إذ يشعرون بألم ناجم عن الأحلام غير المحققة، وهي أسوأ أنواع الآلام التي يمر بها الإنسان في حياته. فإذا قمنا بالمقارنة بين الفئران وبعض البشر، سنجد أنه في حال وضعنا قطعة من الجبن بانتظام في الممر الثالث من ممرات ستة، فإن الفأر سيعتقد أن قطعة الجبن موجودة دائما في الثالث. وإذا قمنا في إحدى المرات بوضع قطعة الجبن في الممر السادس، فإن الفأر عندما لا يجد قطعة الجبن في المكان الذي اعتاده، فسوف يبحث عنها في الممرات الأخرى عاجلا أم آجلا حتى يجدها. بينما بعض البشر يمكثون في الممر نفسه الذي لا جبن فيه، ثم يتساءلون متى سيتغير مجرى الأحداث، معتقدين أنهم سيحصلون على الجبن في المكان نفسه، وهذا يتنافى مع السعي وراء الأحلام وتحقيقها. إن عدم ملاحقة الناس لأحلامهم تشكل واحدة من كبرى المشكلات التي يعانونها. لذلك قال والت ويتمان:
لا يمكن لي أو لغيري أن يسلك ذاك الدرب من أجلك، بل أنت وحدك من يجب أن تسلكه من أجل نفسك. فكر كيف سوف يكون ألمك عندما تدرك أن كل ما قمت به هو الحلم بحياة ممتعة ما بين الواقع والضجر من الحياة. ما يجب أن ندركه أنه سواء فهمنا الأمور على حالها أو لم نفهمها، فالأمور ستظل على حالها لن تتغير، ومن ثم فالواقع يبقى واقعا دون النظر إلى ما نفهمه من الحياة. وبالتالي فإن أحد العوائق التي تعرقل مسيرتنا في الحياة هو الفارق الشاسع بين حقيقة الحياة وما نتوقع منها أن تكون. وبناء على ذلك يجب أن نتعلم قواعد لعبة الحياة لكي نفوز فيها، فمهما كان الواقع قاسيا لابد أن تحترمه، لكن ما إن تعبث معه فسيهزمك في كل مرة، لأن الواقع لا يعبأ بحسن النوايا. فإن ألقيت نفسك من فوق سطح مبنى متحديا قانون الجاذبية فلا تلومن إلا نفسك عندما تتهشم على الأرض، ولن ينفعك أنك كنت تقوم بإحدى التجارب لمساعدة البشرية. فلا تطلق العنان لخيالاتك الجامحة وما يجب أن تكون عليه الأمور، وتذكر أن المواقف الصائبة والجهد الفعلي يمكن أن يجعل الواقع ممتعا ومرضيا أكثر من الخيال. كما أن هناك حالة من الضجر تؤثر في الملايين من الناس، ما يحرم الناس من فهم معنى الحياة ويقوض رغبتهم في العيش. لذلك قال ريتشارد باخ: يجب أن تضحي بالضجر كي تعيش حورا وسعيدا، وما هذه التضحية بالأمر السهل دائما. وبالتالي فإن من يثمن حريته ويتمكن من التعامل معها نادرا ما يشعر بالضجر أو الملل. وبناء على ذلك لا ترتكب الخطأ الفادح الذي يرتكبه الكثيرون بجعلك الأريكة والثلاجة والتلفاز والهاتف أفضل 4 أصدقاء لك، فهذا الرباعي لا يسهم في إضجارك وشعورك بالملل فحسب، بل يقوم بإضعاف صحتك العقلية والجسدية. ومن ثم اشغل نفسك بالقيام بما تحبه أو القيام بشيء لطالما أردت فعله، وتحمل كامل المسؤولية عن ضجرك، فأنت مصدر هذا الضجر. الأعذار وعقلية الضحية: في حال هممت بإنجاز شيء ما يجب أن لا تخلق الأعذار، مثل: لو لم أكن متزوجا، لو لم يكن لدي أطفال، لو أني حصلت على كذا وكذا. ابتعدت الأعذار أكثر ملائمة لتبرير إخفاقاتك في الحياة، تحديدا عندما لا تريد الإقرار بمسؤوليتك عما وصلت إليه من إخفاقات. وكما يقول المثل المأثور: إذ لم ترد القيام بشيء فأي عذر يفي بالغرض. وبالتالي ففي حال واجهت أي إخفاقات فإن كل ما عليك هو تركها بلا أعذار. فكما أن للأعذار جانبا مريحا على المدى القريب، فإن لها جانبا مظلما على المدى البعيد، إذ تقوم بتعطيل دماغك، ومن ثم تجد أن أي نجاح هو أمر بعيد المنال ومستحيل. كما شاع في عصرنا الحالي أن كثيرا من الناس يختارون أن يصبحوا ضحايا بإرادتهم، إذ يلقون باللوم على الأهل والمجتمع والعالم بدلا من تكليف أنفسهم بإطفاء أي لمسة إيجابية على حياتهم. لذا ففي مجتمع يروج لعقلية الضحية لابد أن لديك شخصية قوية كي تتشجع وتمتلك ما يكفي لمقاومة التحول إلى ضحية يتم إبرازها في وسائل الإعلام، إذ إن الشفقة على النفس لا تكلف ولا تساوي أي شيء على الإطلاق. فإذا كان لديك ماضي مضطرب وتواجه مستقبلا ملتبسا، فكل ما عليك فعله أن تتجنب عقلية الضحية وقم بمواجهة العواقب. فبصرف النظر عن مدى تأثير الظروف في حياتك فيمكنك التحكم بكيفية معالجتها. وتذكر أن لعبك دور الضحية هو قمة التعبير عن الأنانية، إذ تعتقد خطأ أن كل شيء يدور حولك وأنك مركز العالم، وفي الحقيقة لست محورا لأي شيء ولم تكن ولن تكن أبدا. وتعامل مع عيوبك وإخفاقاتك بلوم نفسك إيجابيا لا بلوم أي شيء آخر. محاولة تغيير الآخرين وإزداء النصائح: إن المنطق السليم يخبرنا أنه لا ينبغي أن نهدر الوقت على أمور لا يمكن تغييرها، وهذا ينطبق على الناس كما ينطبق على المواقف. ومع ذلك يقع معظمنا في فخ محاولة تغيير الناس ليصبحوا كما نود، وكثيرا ما نغالي في تقدير قدراتنا على تغيير الآخرين بمن فيهم الأهل والأصدقاء والأحباب،
معتقدين أننا نحولهم بذلك إلى الأفضل، إلا أن ذلك تبرير لمحاولات التلاعب بهم ليصبحوا كما نريد أن يصبحوا. فليس من حقنا أن نجري جراحة نفسية قد تكون ضرورية لبعض الناس حتى يكونوا سعداء، إذ يجب أن نحترم حقهم في العيش كما يشاءون. فما تراه من أن طريقة عيش أحدهم بائسة، ربما هو أيضا يرى طريقة عيشك بائسة، فمن على حق إذن؟ كما يجب أن لا تهدر الوقت في حل مشكلات أشخاص لا يريدون لمشكلاتهم أن تحل، فالناس السلبيون لا يرغبون في أن يتغيروا. لذا فإن من أهم الأمور التي لا ينبغي لك الإقدام عليها هو الزواج من شخص على أمل أنه سيتغير، فالناس لا تتغير إلا إذا كانوا يرغبون حقا في التغيير. كما أن محاولتك إزداء النصيحة قد تصيبك بالخسارة، فقد تكون نصيحتك مفيدة، لكن عندما يكون على متلقيها بذل الجهد فعلى الأرجح سينبذها مهما كانت دوافعك نبيلة، بل وقد تصاب علاقتك بالتوتر في حال أصررت عليها، فلن يدركوا أنك تريد مساعدتهم، بل سيرون في نصيحتك أنك شخص انتقادي، والناس لا يحبون أن يكونوا محل انتقاد أو يظهروا بمظهر المخطئين، وقد تأتي نصيحتك على عكس ما يتمنون. لذلك قال بيلينجز: عندما يأتيني شخص سعيا وراء نصحه أتوصل إلى معرفة ما يريده وأنصحه به. لذلك لا تتورط في شؤون الناس الخاصة، خصوصا إن لم يطلب منك أحد ذلك. طريق الفشل والأبطال المزيفون: إن إحدى أفضل الطرق للفشل هي أن تحاول إرضاء الجميع. لذلك قال هيربرت سوب: لا أستطيع إعطاء تركيبة للنجاح، لكنني أستطيع إعطائك واحدة للفشل، وهي حاول أن ترضي الجميع. إذ إن أغلب الناس يهدرون أوقاتهم وطاقتهم محاولين إرضاء الآخرين بدلا من التركيز على آمالهم وخططهم وأحلامهم، والسبب في ذلك راجع إلى الحاجة إلى جلب المديح والإطراء والتهليل. ومن ثم يجب أن تكون لديك القدرة على التقبل الرفض والاستنكار، فتلك ميزة مهمة يجب عليك أن تستنهضها وتنميها. فلا مفر من مقابلة أناس لن يرفضوك أو لن يعجبوا بك، بل لا مفر من أنك لن تستطيع إرضاء حتى شخص واحد طوال الوقت. كما أن أكثر الأشياء شعونا في عالمنا المعاصر هو اتخاذ أبطال مزيفين، إذ يؤساء استعمال كلمة بطل، فتطلق على من يبلي حسنا في الرياضة أو عالم الفن أو الغناء أو نال شهرة كبيرة، ويهيم معظم الناس بهؤلاء الأبطال المزيفون ويتم تأليههم. لذا يجب عليك أن تحترس من أبطالك ولا تؤله أي منهم، ولا تمضي كثيرا من الوقت في مشاهدة المشاهير والتحدث عنهم، لأن ذلك يسلبك وقتا ثمينا وطاقة كبيرة يمكن استثمارها في تحقيق أهدافك وإنجازاتك الخاصة. كما أن الجانب المظلم في حياة مؤلهي الأبطال المزيفين أنهم يعيشون حياتهم من خلالهم وتماهيهم معهم، ما يمنعهم من إنشاء الحياة التي يرغبون بها. وإجمالا، لا تؤله حتى أكثر الأبطال تحقيقا للإنجازات، خذهم كملهمين ومحفزين لك، لكن لا تعش حياتك من خلالهم. وختاما، في هذا العالم المفرط في المادية، لسوء الحال ترتبط الرفاهية بمدخراتك المالية وممتلكاتك التي لا تعد وتحصى، إلا أن الرفاهية الحقيقية هي أن تعيش بسهولة سعيدا وإيجابيا في الحاضر، سواء كنت فقيرا أم غنيا. لذلك اسعى وراء الأمور الصحيحة في حياتك واترك ما دون ذلك. فعلى عكس الاعتقاد الشائع الذي يربط السعادة بالحياة المادية، فإن السعادة حالة عاطفية لا ترتبط بثروتك أو وضعك الاقتصادي. فالثروة والمال لن يشتريا لك صديقا مخلصا، ولا زوجة وفية، ولا الصحة بعد ذهابها. فما رأيكم في هذا الفيديو؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب.